مثل هذه اللي تسمى مسابقة المليون أو من سيربح المليون أو غيرها من المسابقات، بحيث أنه يدخل المسابقة فيقول له مثلا يسألونه سؤالا فيجيب لك مثلا 100 فيسألون أسئلة سهلة، ثم بعد ذلك سؤال ثاني لك 200 لك 300 ثم يقول وصلت إلى 1000 تريد 1000 الآن تستلمه تذهب إلى أهلك أو تريد أن تقامر بالألف، بحيث نسألك سؤالا آخر أنت الآن تملك 1000 تريده استلمه واذهب، أو تقامر بهذا 1000 نسألك سؤالا إذا أجبته تحصل على 5000 إذا لم تجب تخسر 1000 هذا قمار، هذا قمار صار الآن إما غانما وإما غارما، الأولى إما غانم وإما سالم اللي هو تجيب وتأخذ ما أجبت ما تخسر شيء، الآن سيدفع من كيسه هو يملك 1000 الآن ويستطيع أن يأخذها فيغامر بال1000 يدفع 1000 مقابل هذا السؤال، فإذا أجاب أخذ 5000 إذا خسر لم يجب يأخذون منه 1000 هذا قمار، هذا لا يجوز، محرم في كل هذه المسابقات، فلننتبه لهذا الأمر ونتقي الله تبارك وتعالى والسلام عليكم.